السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم طريقة عمل مند الدجاج بالفرن. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا راح أبدأ أحضر تتبيلة الدجاج. عند 3 ملعقة أكل زيت الزيتون أو زيت نباتي أو زبد، وهنا عند صفار الزعفران 1 ملعقة شاي، 1 ملعقة شاي زنجبيل، 1 ملعقة شاي هيل، 1 ملعقة شاي فلفل أحمر حلو بابريكا، وهنا ضفت 1 ملعقة أكل ملح. راح أدهن الدجاجة كلها بهاي التتبيلة، وراح أتركها وقت أما من الصبح إلى أن يجي الفطور أو من قبل يوم، تلفوها وتخلوها بالثلاجة يعني تغطوها، أو قبل ساعتين ممكن. المهم يعني تاخذ وقت شوية حتى تتبل بهاي التتبيلة وتاخذ طعمها. هنا مثل ما تشوفوا أدهن كل الدجاجة يعني من كل الجهات بهالصورة، وأنا بهالحالة راح أتركها لمدة ساعتين تقريبا أو 3. تركتها وبديت نقعت التمن قبل نصف ساعة، 3 قلاص تمن، 3 قلاص تمن يعني رز. هذا التمن من بعد ما غسلته ونقعته وصفيته من المي، خليته بهذا التبسي أو القالب، وضفت عليه 5 حبة هيل و3 حبة قرنفل و2 ورقة الغار. تابعوني على الانستغرام إراكي فود كي. عود دارسين أو قرفة يعني، و1 ملعقة أكل ملح يعني مو مملوءة كلش، و3.5 قلاص مي، نفس القلاص اللي قست بيه التمن قست بيه المي. أنا مسخنة الفرن على درجة حرارة 250 يعني أعلى شيء، وراح أخليه بالوسط. وهنا خليت الدجاجة المتبلة على هذا المشبك، وإذا ما متوفر عندكم من هذا القالب ممكن تستعملون أي قالب وتخلون التمن بيه وتغطوه بألمنيوم وتثقبون الألمنيوم وتخلون عليه الدجاج وبعدين تغطوه بألمنيوم بدون أي فتحة بيه. وهنا غلفته برق ألمنيوم هذا اللي دشوفوه، وما خليت ولا ثقب بيه من أي جهة يعني غلقته زين، وخليته بالفرن وأخذ وقت تقريبا 1 ساعة و40 دقيقة يعني 2 ساعة و3/4. يلا طلعته. من طلعته كشفته مثل ما تشوفون، شلت من الورق الألمنيوم وشلت كل البهارات الصحيحة الموجودة على التمن، والتمن لذيذ جدا ماخذ طعم الدجاج والتتبيلة مالته، ما معجن يعني وناثر، والدجاجة شوفوا شلون مشوية وطعمها لذيذ جدا. وممكن تسخنون فحمة وتخلوها بكاسة بيها دهن وتخلوها فوق القالب وتدخنوه يصير طيب. وقدمتها وهذا شكلها النهائي. جربوها إن شاء الله تعجبكم، وألف عافية.